عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل مبهم، وإبهام الرجل قد يكون من باب عدم معرفة اسمه، وقد يكون من باب السكر عليه لأنه أمر غير مناسب. وقد جاء في رواية الحاكم أن عمران رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المبهم هنا هو عمران بن الحصين. قال: رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر. حلقة من صفر، الصفر هو ما يشبه النحاس إن لم يكن هو، فلونه يشبه لون الذهب. وهذا المذكور شكاية عن واقعة، بمعنى أن الحكم لا يختص بها. ولذا لو أن شخصا وضع في رجله أو في رقبته أو في أذنه أو في أصبعه أو في فخذه أو في بطنه حلقة من صفر لهذا المعتقد فيدخل تحت هذا الوعيد. وكذلك لو وضع في يده غير حلقة من صفر، لو وضع خيطا، لو وضع خرزا، لو وضع أصنافا، لو وضع خرقة، لو وضع طينا، لو وضع ترابا، فالحكم هو هو. وكذلك لو وضع حلقة من حديد أو من فضة فإن الحكم باق. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ ما استفهامية، والاستفهام كما هو مقرر عند البلاغيين تختلف مقاصده وأنواعه. فهل هذا الاستفهام للاستعلام أو أنه للإنكار؟ محتمل أن يكون للاستعلام ومحتمل أن يكون للإنكار، ولكن السياق يؤيد أنها للاستعلام. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. من حرف جر، ومعناها هنا السببية. من الواهنة أي بسبب الواهنة، والواهنة مرض يأخذ الإنسان في عضده، فهناك عرق في اليد يتفرع هذا العرق إلى العضد فيتألم منه. وقد قيل إنه لا يصيب النساء، هذا المرض الواهنة قيل إنه لا يصيب النساء إنما هو يصيب الرجال. وعلى كل حال، لو أنه وضع هذا الشيء في رجله أو في بطنه أو في فخذه يريد هذا المعتقد فإن الحكم باقٍ.